حنا هاد الناس هاد السلطات جاو عندنا على حساب استفاده ديال 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 الساكنه، وهاد الساكنه هما ملاكه يعني من 58 كاين اللي في 56، وحنا تزدنا هنا وكبرنا هنا وولدنا الاولاد هنايا، ودابا راه جاو السلطات قالوا اعاده القاطين الساكنه ديال الزنقه واحد وجوج وثلاثه وبلوك واحد، وهذه بادره طيبه لان جاو عندنا السلطه على حساب الاستفاده ديال الساكنه في عين المكان يعني على التراب ديال سيدي مؤمن. حنا كنشكروا سيد القائد وسيد العامل والسلطات المحليه، كنشكرهم بزاف على هذه البادره هذه. واخا يعني بالنسبه للمعاناه اللي كنتو كتعيشوها اخويا، المعاناه بالنسبه للسكن، السكن كان شويه بدا غير قابل للسكن، يعني غير لائق للسكن، بدا كيبانوا شقوقات وكيبان بزاف ديال سميتو. حنا اضطرينا باش حنا شحال من خطره وحنا كننادي والسلطات على قبل هذا المشكل هذا، واليوم راه جا الفرج من عند الله سبحانه وتعالى وتوصلنا للحل مع السلطات. قال لك اودي بانكم غتستافدوا وتستافدوا في عين المكان، وحنا كنشكروا جميع السلطات اللي تدخلات على في هاد المرحله هذه ديال اعاده الايواء. حنا اليوم جينا مد السلطات هذه باش على حساب الاستفاده والهدم، والحمد لله خدينا الاستفاده ديالنا ودابا تم الهدم ديال هذا الشيء، وكنحمد الله ونشكره على كل شيء والله يسر الامور لكل شيء، وكنوجهوا الرساله للملك محمد السادس الله ينصره وقف معنا في هذا الشيء، والحمد لله اخو شي على هذا الشيء كامل. شكرا. بالنسبه لك كاين شويه المعاناه؟ ما اش نقول لك، ماشي شي معاناه بزاف، الحمد لله الدويرات كانوا مزيانين ونقيين الحمد لله، غير منا من الناس فهمتي ولا لا؟ الحمد لله. واش حسيتو من الليل؟ واحد راك عارف شويه الدار راني تزدت فيها وبزاف، في عمري 37 عام دابا، وراه زدنا في هاد الدار و مع خوتنا ولاد عمامنا والحمد لله. واخا الطريقه اللي تم بها مثلا جمع الوثائق والطريقه مثلا الحمد لله ما كانش، الحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير، مشينا للمقاطعه جمعنا الوريقات دفعنا الدواسه ديالنا، دابا عطاونا الورقه الاستفاده ديالنا والحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير. يعني بالنسبه للاستفاده مثلا استفدتي فيها غير انت ولا؟ لا استفدت انا والاخوان ديالي. رساله يعني هاد الناس القيمين على الشان المحلي وكنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي داروا الحمد لله، على فهمتي ناس متفاهمين ما لقيناش معاهم صعوبات وما لقاوش معنا صعوبات، الحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.